بين الانفلات الأمني وتغذية العنف والانقسامات، ما هو مصير تعز؟ وهل خروجها عن دائرة الاهتمام الدولي والرسمي يجعلها مسرحاً للفوضى وغياب المسؤولية؟ من يحاسب الجناة عن الضحايا الذين يسقطون كل يوم في العبث المسلح والسلاح المنفلت؟ سقط اليوم قتيل في تعز ضحية السلاح المنفلت، وقبله سقط المحامي عبد العزيز سعد، وقبلهم الطفلة فاطمة التي أصيبت وجروحها بالغة، وقبلها جرح رئيس جامعة تعز الذي أصيب وقتل مرافقه. ماذا يحدث في تعز؟ كيف تشظت هذه المدينة التي ابتهج بنصرها الجميع؟ هل استعجلنا في الاحتفاء بنصر منقوص؟ لماذا تضيع المدينة في متاهات العنف والدم المراق؟ القادة العسكريون هل أغلقوا قضيتهم ومعركتهم وتفرغوا لمشاريع الانقسامات القادمة من خارج الحدود والصراعات الداخلية؟ كيف أفلح الاستقطاب السياسي في تغذية الصراعات العسكرية؟ وما تأثيره على انقسامات الجيش في عام إلا قليلة؟ ماذا قدم السيد المحافظ منذ تعيينه؟ في اللحظة التي يغفل العالم عن جراح تعز، ألا يجب أن يلتفت أبناؤها لها؟ وشرعيتنا ألا تزال تعز قطاعاً منفصلاً بالنسبة لها؟ للفوضى أن تجول هنا، فيما يمرح المسلحون ويتبادلون إطلاق النار في المناسبات أو الحروب الصغيرة التي تحدث في المدينة. هذه تعز، أو هكذا أصبحت تبدو اليوم، ساحة مفتوحة للإنفلات الأمني منذ تحريرها، إذ نكس قادة الجيش على أعقابهم وعادوا لفتح جبهات داخلية وصراعات بدأت في المدينة وانتقلت للريف ولم تنتهي بعد. الطفلة فاطمة أصيبت برصاص مسلحين في اشتباكات بسوق الوليد وسط المدينة أثناء عودتها من المدرسة، والمحامي عبد العزيز سعد الحميدي أيضا يذهب ضحية السلاح المنفلت في وادي الضباب، ومن بعده قتل مواطن آخر بإطلاق نار عشوائي من قبل حراسات أحد القيادات العسكرية في تعز، وقبل كل ذلك محاولة اغتيال الدكتور محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز. تدهور أمني وحوادث اغتيالات تطال أمنيين وعسكريين في المدينة، فيما يبدو أن السلطة المحلية والعسكرية تمضي في معاركها المنفصلة عن مصالح تعز وأمنها. الاحتجاجات التي تشهدها المدينة تؤكد أن المدينة تمضي في عزلة رسمية حتى عن سلطات المحافظة. أوضاع دفعت بالسلطة القضائية في تعز لإعلان الإضراب نتيجة تعرض منتسبيها لاعتداءات متكررة. قالت إن العامل المشترك في كل الاعتداءات هو انتماء المعتدين لقوات الجيش التي تحولت من مهمة تأمين المدينة وحماية القضاء والمحاكم إلى الاعتداء عليهم. تقول الأصوات المحتجة إن تعز تضيع في معارك استنزاف داخلية، فيما أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وإن هذه الصراعات لا تخدم سوى الانقلابين وتعزز الانقسام في المدينة. المطالبات تؤكد على ضرورة تجاوز الصراعات العبثية والعدمية والتصدي لاستهتار بعض قوى النفوذ التي أربكت الحياة العامة. فقرار تعز بيد أبنائها وأمام سلطة ضعيفة ومجتمع دولي لا ينظر إلى اليمن إلا من زاوية مصالحه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وسيكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور. مساء. أهلا بك. إذن انفلات أمني ربما دخل مرحلة حرجة ومخزية في مدينة تعز، المدنيون يسقطون تقريبا كل يوم وسط اشتباكات مختلفة. بداية، كيف تتابع المشهد في تعز؟ أتابع المشهد بقلق شديد منذ فترة طويلة، وطبعا من الطبيعي جدا أن تحدث انفلات، ولكن من الخطير أن يكون هذا الانفلات قصدي أو هناك من يسعى إلى إيجاد، لأنه المدينة تم استهدافها منذ الانقلاب ومنذ دخول دول التحالف، وإيجاد فراغات أمنية في المدينة كان هدف من الأهداف، بقاء المدينة محاصرة كان هدف. يعني سأعود لسؤالك بس فاطرح فقط الصورة. مدينة تعز حوصرت
من قبل التحالف الحوثي صالح زمان والدول التحالف مع بعض مع اختلاف الأهداف، يعني هم اشتركوا في حصار المدينة واختلفوا يعني في الأهداف. الحوثيين حاصروا المدينة لأنها استعابتها سيرفع منسوب الروح الوطنية، سيؤدي إلى مزيد من استعابة الجغرافيا، سيؤدي إلى يعني دعم الجبهات اللي مع الشرعية بالمقاتلين الوطنيين، كثير من العوامل. أيضا سيفقدوا عنصر ما يسمى دعشنة المدينة، لأنه كانوا يقولوا سيحاربون الدواعش في عدن، الدواعش في تعز، وكانوا يبحثوا عن يكون وكيل محلي للأمريكان لمواجهة الدواعش. كان مدينة تعز هي حقل هذه الدعشنة. صالح دول التحالف حاصرتها لأسباب عديدة. الحصار الأول بقاء قطاعات صالح قبل تصفية صالح، بقاء قطاعات صالح في تعز تؤدي إلى الحفاظ على صالح في حالة تآمر عليه في صنعاء أو تصفيته في توقيت غير مناسب دول التحالف، بالتالي قطاعاته في التي كانت عبارة عن يعني ألوية كبيرة جدا تبقى في مدينة تعز ستعادل الكفة في حال خسارته في صنعاء. بقاء قطاعات العسكرية للحوثيين وصالح في تعز بعيدة عن الحدود أيضا في غاية الأهمية. حصار تعز أيضا لدول التحالف يعني عدم تحقيق الوحدة الوطنية وعدم إيجاد يعني ما يسمى استكمال الجغرافية الوطنية الموحدة. بالتالي كان هناك الحوثيين مراهنين على حصار المدينة وإخضاعها، الدول التحالف تعتبر أيضا مدينة تعز إلى جانب أن مشروع الإماراتي فصل الشمال على الجنوب ومدينة تعز هي الاتساق الجغرافي للجنوب هي التي تؤدي الدعم. كان هناك اتفاق ضمني أو اتفاق في الاستراتيجيات، اختلاف في الأهداف فقط، لكن الجميع اتفقوا أن هذه المدينة يجب أن تحاصر لأنها هي الحامل الجماهيري للمشروع الوطني الموحد، هي المدينة ذات الكثافة العالية السكانية واللي يمكن أن تؤثر في بقية المعادلات العسكرية والسياسية. هذا كله الأدوار لعبت دور في 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 حصار المدينة وبقاها تحت الحصار واستنزافها بحيث مطالب الجماهير في المدينة تقل. ولهذا المشهد اليوم كيف هو؟ المشهد اليوم هو امتداد لهذا، لأنه حتى أبناء تعز رغم التنبيهات وقلنا لهم أن المخطط واضح كان لمدينة تعز، ونحن الآن نتحدث في هذه الحلقة لنركز على أن مدينة تعز هي حلب أو الموصل. إذا لم القوى الوطنية في تعز إذا لم تترفع وتؤمن أنها حاملة للمشروع الوطني وأن هذه المدينة إذا ما دخلت في حسابات ضيقة ستكون حلب أو الموصل لتصفية الحوثيين وتصفية التجمع العلمي للإصلاح باعتبار أنه هدف للإمارات تستهدفه وتعتبر مدينة تعز، وهذا النظرية تعز ليس التجمع المصلح، هناك مجموعة قوى، هناك أحزاب أخرى، هناك قوى وطنية، هناك مستقلين، لكن هم يريدون حسب المخطط الإماراتي أو لأنه هم الذين يقودون المملكة العربية السعودية، يعني يقول أنه نحن إيش ماذا سنفعل؟ سنقوم بإضعاف السلطة الشرعية في المناطق الجنوبية. أنا طبعا اسمحي لي فقط يعني أضع بسطة حتى يعني نقوم بدورنا في إيجاد الرسالة. كانوا يخططون أنه إضعاف السلطة الشرعية في الجنوب، إفشالها، وأد عدن كعاصمة مؤقتة، بمعنى عدن ما تصبحش عاصمة مؤقتة حتى لا السلطة الشرعية لا تستعيد بقية الجغرافية، وأدها، إيجاد مزاج شعبي طارد لأبناء الشمال، طرد أبناء تعز، إفشال الحكومة في الخدمات وفي تسليم المرتبات، بالتالي يصبح المواطنين بحاجة إلى كيان آخر للدفاع عنهم، إيقاف القوات عند خط 90 بحيث أنه لا تتقدم القوات باتجاه تعز. هذا سيؤدي لماذا؟ سيؤدي إلى تأثيث المناطق الجنوبية بعد إضعافها وبعد إيجاد حزم أمني، نخب حضرمية، نخب شبوانية إلى آخره. أصبحت الجماهير مزاجها رافض للسلطة، حياتهم تتغير، يتم تعبيتهم، إيجاد قوى أخرى غير الدولة، بمعنى كيان آخر منافس للدولة، للسلطة الشرعية لحلقة الجنوبية إلى آخره. هنا ستلاحظين سأربط، ذهبوا إلى الساحل الغربي، يعني بعد وبعدين أفشلوا الحكومة، ميناء عدن عطل،
مطار عدن عطل، حضرموت عطلت، ثم انتقلوا إلى الساحل الغربي، أعادوا محافظة ميناء المخاء دون فك الحصار عن مدينة تعز، ومحافظة تعز السابق وليس هذا لم يستطيع دخول ميناء المخاء لأنه الهدف هو السيطرة على الممرات على المراكز، وبقى تعز محاصر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه الإمارات تخطط هكذا، لأنه واحد يقول ليش السعودية ساكتة وهي عندها خوف من الإمارات من إيران؟ الخوف أنه الإمارات قدموا رؤية تقال أنه إحنا عندما يكون الجنوب قد دربناهم على إيجاد إدارات وتسليم وتلاحظين تسليم مؤسسات، وكانوا قبل فترة جاهزين كل مجموعة لاستلام مؤسسة، وأنه مثل عملية ناصر 56 يعني كل جماعة تذهب إلى مؤسسة وتسيطر عليها، المؤسسة تذهب إلى وزارة مش عارف إيش، بعدين هنا هذول سيستلمون. ستكون تعز مجال صراع شديد، وهنا يعتقد الإمارات وإقناعة السعودية أنه سيتم الصراع بين أبناء تعز كتجمع يعني والتجمع للإصلاح لمواجهة الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام اللي عنده الآن ثأر سيدخل في صراع، سيستنزفوا الإصلاح ويستنزفوا المؤتمر الشعبي العام، يستنزفوا الحوثيين وهم قد سيطروا. طبعا يعني لو سمحتي بس قليل من الوقت بعدين ندخل، هم قد سيطروا على المخاء، السواحل الغربية، قطعوا مارب، عدن منفصلة، بالتالي هنا سيتم استنزاف المدينة وسيتم إضعاف الحوثيين في هذه المدينة، وهذا يقلل الخوف على السعودية. هذه النظرية أبناء تعز عليهم أن يعوا أنهم الحامل، لأن دول التحالف لا تريد القوى التي صعدت في 2011 أن تعود للمشهد كما حدث في مصر. لكن يعني ربما من حديثك عن دكتور يعني أنت قلت أن هناك إصرار على بقاء مصطلح ملشنة تعز ودعشنة تعز، يعني فعلا هناك من يحاول يعني صبغها بهذه الصبغة، الملشنة والدعشنة، والعيون الدولية أيضا مفتوحة على هذه النقطة، وهناك من يحاول وصمها أيضا بالإرهاب. ألا يسهل هذا الانفلات والقسام أيضا وارتفاع وتيرة العنف في توفير هذا المسمى أو توفير الغطاء لهذا المسمى؟ هنا عنصرين. العنصر الأول أنه هذا كما المخطط إلى قبل حادثة إسطنبول، قبل حادثة اغتيال خاشقجي، وقبل التحول الدولي في فتح الملف اليمني وملف اغتيال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وقبل هذا التحول في بنية السلطة في أمريكا. يعني هناك مجموعة من التحولات، مجموعة من الضغوط الإخلاقية والدبلوماسية والحقوق على المكارم السعودية، لكن قبله بالتالي هم كانوا مؤجلين. لذلك ستلاحظين يعني استعدنا ميناء عدن المطار لم نستفيد منه نهائيا، اصبح قطاع منفصل تبع الامارات. استعدنا المخاء وجزء من الساحل الغربي وتركنا تعز، وانا هنا اتحدث عن تعز، تركنا تعز محاصره، بينما حصار تعز سيقلب المعادله، سيحافظ على الوحده اليمنيه، سيدعم الجبهات، سيرفع المنفوض. مكانه تعز مش ليس سهله، مكانه تعز معروفه حتى من قبل الاستقلال، كان الجبهه الوطنيه والجبهه القوميه كانوا يتدربون في تعز، كان الاحزاب تجتمع في العروق، تجتمع في الحجريه، تجتمع في تعز وتخطط، وكان حتى الضباط الاحرار يتحركون مدينه تعز. مدينه لها تاريخ ما يسمى بالرسمال الوطني، في علم الاجتماع يسمى الرساميل، هناك ما يسمى بالتاريخ والرساميل، بمعنى مدينة لها استعداد ولديها رسمال، ورسم الوطني في أنها تغير في المعادلة السياسية. بالتالي هذا كان المخطط اللي هو حلب الموصل، كان المخطط بطيء، بمعنى أنهم سيأخذون الحديدة حسب المخطط دول التحالف، بعد أخذ الحديدة ستكون الحديدة لن تستفيد منها السلطة الشرعية، كما لم تستفيد من عدن، لم تستفيد من الملخاء إلى آخره. لذلك أقول أثناء المحافظة السابق كان ميزانية الأمن من دول التحالف $1,500 شهرياً، $1,500 شهرياً ميزانية من دول التحالف الأمن أيام المحافظة السابق. كان لديهم 10 دبابات عتيقة تواجه الويت حرس الجمهوري لصالح ولمليشيات الحوثيين، يعني كان هناك استهداف للمدينة، كانت دبابات في السوفتيل تقصف المواطنين دون أن تطلع طائرة للقصف، بمعنى استنزاف المدينة. قاموا أبناء تعز ويعني والقيادات بإيجاد تحويل الجماعات المقاومة إلى جماعات عسكرية، لكن دون
بناء عقيدة وطنية، ما زال المدينة قابلة للتفجر. قامت الإمارات العربية المتحدة باستنبات وبذر جماعات عقائدية مدخلية سلفية في المدينة على شاكلة جماعتها الهادي بن يعني مهدي بن بريك في مدينة تعز. وهناك جماعات متطرفة، ونحن لا ننكر هناك جماعات متطرفة، ولذلك كانت البي بي سي تتحرك وطلعت تقرير وكان هذا تمهيد. الآن يعني الآن المدينة قادرة للخروج من هذه الأزمة، لكن الآن مع التحول ولإرباك في حال أن السعودية ضغط عليها سياسيا، ضغط عليها حقوقيا، ضغط عليها بفعل الحادثة لإيقاف المعارك، ودول التحالف اللي هي أعتقد التحالف الإمارات والسعودية لم تستكمل بعد مصالحها الاستثمارية، لا أقول مصالحها في الأمن القومي، الأمن القومي السعودي في خطر، لكن الهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للسعودية بهدف استكمال أنبوب الغاز والنفط والمي والمياه، تحلية المياه ستتم بالمنطقة الشرقية، تحلية المياه للمملكة العربية السعودية، أقولها تحلية المياه للمملكة العربية السعودية ستتم من المناطق الشرقية، نظرا في حال وجود حرب مع إيران لن تستطيع تحلية المياه في الخليج أن تصمد لخمسة أيام لمد المواطنين، لذلك تحلية المياه ومد العالم بالغاز والبترول من هذا الأنبوب من بحر العرب، لذلك هذه الخطوات لم تستكمل، الإمارات لم تستكمل بعد سوى قطرة وميناء عدن المنافس، لذلك سيلقون هذا الدفع نحو السويد وإيجاد تسوية وضغط، وأصبحت القضية في اليمن قضية إنسانية وليست انقلاب، يعني أصبح لا. الآن نتحدث عن إنسانية، هذا لكن الغريب بس نعم. جملة واحدة، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي بدي الإمارات العربية المتحدة أن تشيطن مدينة تعز، لو سمحتي هذه أهم فقرة أقولها. هنا سيقوم التعجيل بالشيطنة، التعجيل بالشيطنة هذه التعجيل في الشيطنة لخلط الأمر، هذا ما يحدث في تعز من اغتيالات، من الآن في المستقبل سيتم ستقام في مدينة تعز من المحتمل يعني في هذا التوقيت أو بعده عملية اغتيالات وعملية تفجيرات تحت مسميات تنظيمات داعشية أو تنظيمات القاعدة، وهذا سيؤدي بالغرب أن يعطي توكيل للإمارات والسعودية بالاستمرار، لكن الاستمرار كيف لو سمحتي؟ الاستمرار في إطار خطة وزير الدفاع الأمريكي في 19 أكتوبر، بمعنى أنه ستظل قطاع مارب قطاع منفصل، نعم عدن قطاع منفصل، وتعز قطاع منفصل، سيتم هنا التصفية في مدينة تعز تحت إطار أنه نحافظ مارب بعيد عن الدعشنة، الحراك الجنوبي والسلطة الضعيفة في الجنوب، لكن هذه المدينة هي الخطر، بالتالي لابد من بقاء السعودية والإمارات في اليمن، لأن هناك وبدأت وول ستريت جورنال نزل مقال قبل 3 أيام يتحدث أن تدخل دول التحالف في اليمن سيؤدي إلى إيجاد فراغات لعودة القاعدة وداعش في اليمن، وهذا هي مؤشرات أو بداية رسائل نحن في خطر، لذلك رسالتنا لأبناء تعز، رسالتنا للسلطة الشرعية، رسالتنا للجميع، سنتناقش نعم سنصل إلى الرسالة، ولكن يعني الغريب أستاذ الدكتور عبد الباقي يعني ما تتحدث عن من ضغوطات من أيضا التحدث عن الجانب الإنساني، نلاحظ أنه يتم خارج إطار تعز وكأنها فعليا قطاع منفصل، لا الفوضى تعنيهم ولا السلام يعنيهم ولا الحالة الإنسانية المأساوية تعنيهم، كل الحديث ربما تركز حول الحديدة حول بقية المناطق، ما هو السر برأيك؟ الملف اليمني سلم للإمارات وسلم للسعودية، سلم بشكل مباشر، يعني هذا الكلام لا أقوله أنا، هذا من مصادر أمريكية، أنه الملف اليمني سلم للسعودية والإمارات شريطتها أن تضمن عدم وجود تنظيم القاعدة وإملاء الفراغات، وشرط الآخر تحمل التبعات المالية بمعنى الدفع الرواتب، الحذر الإنسانية، التكلفة، إعابة الإعمار على هذه الدول مقابل وحماية الساحل الساحل اليمني من أي وجود فراغات أمنية، هذا العنصر الأول، بالتالي شريطة ولكم مصالحكم، قالت لهم مصالح في المنطقة الشرقية
وهذه أهم حاجة للسعودية، منطقة الشرقية والحوثيين. الحوثيين الإمارات أقنعوا السعوديين، السعوديين أقنعوا الإمارات، أقنعوا السعودية أنه بتصفوهم في تعز في إطار صراع جمهوري ملكي سنة شيعة إصلاح حوثيين مؤتمر. يعني هنا المنطقة هذه هتكون إيش يعني، خلطة حبوب مكذوب من الصراعات. الغرب الآن لما يحافظ يشيل الحوثيين ما يحبش يقطع الحوثيين، لذلك الاتفاقية الهدنة الاقتصادية أيام بعد الانقلاب ضغطوا على بقاء البنك المركزي مع الحوثيين. أنا سأذكرك لماذا كانوا يستلمون موارد الدولة، يدفعوا مرتبهم دولة، يعني هم يستلموا موارد، يدفعوا مرتبات، نهبوا الفلوس، قد أخذوا الدولارات، مليارات الدولارات، عملوا شركات لدعمهم في المستقبل في الخارج، اشتروا أراضي، يعني نهبوا البلد أو أخذوا مال، كل هذه العمليات. ثم مرحلة ثانية، كلما تقدمت قوات الشرعية والتحالف الحديدة ظهر ميركل المستشارة الألمانية تحدثت عن وقوف المعركة، ثم لما تقدموا في الحديدة تحدث الرئيس الروسي. لماذا؟ يريدون الحفاظ على بقاء منفذ لهذه الجماعة، لديهم موارد، لديهم مقاتل، تحسين موقعهم في التوافق. دول التحالف لأنها قصيرة النظر ولأنها نعم، سيأتي الدور للحديث عن دول التحالف. اسمح لنا دكتور عبد الباقي أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي وسام محمد من عدن. مساء الخير أستاذ وسام. مساء النور، أهلا بك أستاذ وسام. ما هو تعليقك على العبث الحاصل في مدينة تعز؟ انفلات أمني، قتل المدنيين بشكل شبه يومي، حالة إنسانية حرجة أيضا، ما الذي يحدث؟ ما يحدث في تعز هو نتيجة لعوامل كثيرة وأبرزها التيهان الذي أصيب فيه قوى المقاومة داخل تعز، وهذا يعبر عن أزمة الاستقطاب في البلد ككل، يعبر عن أزمة الاستقطابات الحاصلة. تعز كانت تطرق أن تقدم نموذجا لأنها الوسيلة التي اعتمدت منذ انطلاق شرارة المقاومة، اعتمدت على أطماعها وعلى تلقياتهم وعلى إمكانياتهم الذاتية. لكن مع إطالة عمر المعركة ومع ظهور مسارير متناقضة، يتم الآن ذبح تعز على مصطلة المصالح الصغيرة لكل الأطراف طبعاً، لا تكون ترى وتعز الآن تواجه مستويات متعددة من الأزمة، ما يظهر في شواركها بالثباتات من الاستثمار الشعبي، ما هو الانعكاس على مستوى اعلى، سواء على مستوى السياسه او على مستوى الصعوبات الاقليميه او على مستوى حتى الجماعات المتطرفه وايضا الاجهزه الامنيه. صراع مركب بين اطراف تريد الهيمنه على تعز وعلى مجتمعها، وتريد معاقبه هذا المجتمع اساسا لانه فجر ثورة فبراير وكان القانون أو مثل القاعدة الشعبية. نعم، يعني تحدثني عن صراع مركز بين أطراف تريد الهيمنة على تعز أستاذ وسام، هل وضحت من هي هذه الأطراف؟ طبعا واضح، هنا الطرف يتدعمه المحافظ تعز ومن خلفه الإمارات، وهناك بناحية يتدعمه إصلاح ومن خلفه قوى الكندس والمحور، ويبدو ان هناك تيارات تواجهها اصبحت متورطه بدعم قطري يريد ان يستثمر في مستقع اليمن. هذا الامر واضحه جدا، لم يعد الناس معركه الناس، معركه الناس هي تحرير تعز من الحوثيين، لكن هؤلاء هم اصبحوا يصارعون من اجل الهيمنه على تعز او لتحريرها ويحصلون على تمويلات من اطراف مختلفه ويخرجون معركتهم بالله ويشركون الاطفال ويخدعون النساء والمركز لهذه القدرات. نعم. طيب وسام، يعني كيف ترى إذن تعامل السلطة المحلية والجيش مع ما يحصل في تعز؟ هناك من يرى أنهم جزء من الحل وهناك من يرى أنهم أيضا جزء من المشكلة، ما رأيك أنت؟ بالطبع السلطة المحلية والجيش
اصبحوا بمثابه ادوات، لكنهم ليسوا مشكله، هم يخوضوا حروب غيرهم. بمعنى لو وجدت الرؤيه السياسيه والبرنامج الواضح والذي اصلا الناس يعني صعب ان نفهم ايش هو برنامج داعش، برنامج داعش هو تحريرها لانها مقاطعه من ثلاث اتجاهات، واعتقد لو وجدت اتجاه واحده باستطاعتها ان تصل الى القاعده بظرف يومين، اذا مدينه القاعده ينشارك ايش؟ اصبحت المعركه واضحه والحوثيين اصبحوا بانهم فقط يقومون بدور شعوذ يعني على مداخ المدينه من ثلاث اتجاهات. انا اذهب الى عندي قدره على اختصار المدينه او خوض معركه عسكريه حقيقيه، لكن تضارب الاجهزه ووجود المحاور وادارتها بطرق يعني بطرق لا يمكن ان تؤدي الى مزيد من الانهيار الى مزيد من التطور، كل هذا يجعل تعز الان في طرف هذه النزاعات. نعم، إذا وسام اسمح لي، يعني هذه التضارب الأجندات كما قلت ورعايتها من أطراف خارجية سواء كانت قطر أو الإمارات أو هنا أو هناك، يعني أين هي القيادة العليا مما يحدث في تعز؟ يعني لنقل أن السلطة المحلية قد تكون جزء أو طرف ضد طرف، ألا يفترض أن يكون هناك من هو أعلى ينظر لما يحدث في تعز من تشتت ومن ضياع ومن انتهاك لحقوق الناس؟ هذا نتحدث عن مناطق يفترض أنها حررت وأن لا توجد لديها كل هذه الإشكالات، أليس كذلك؟ صحيح، لكن هذه القيادة التي تحدثين عنها هي المستوى الأعلى للأزمة، بمعنى أن ما يحدث في تعز ما هو مجرد إلا مشهد فقط لما يحدث في دهائم السلطة العليا وأحزابها وقيادة الأحزاب الحالية. ما ايضا في قصور امراء الخليج، بمعنى ان تعز وقعت ضحيه استسلام من بينهم قرار الانتصار للناس وتضحياتهم وقبولهم ان يعملوا ان يصنعوا ادوات بيد غيرهم. بمعنى لا يمكن اليوم ان ياتي الحل من الرياض او من القياده الشرعيه او من سلطه الرئيس، الحل اليوم الحل الوحيد والذي يبدو الان مستحيلا مع تفكك هذه مع هذا الشكل الذي ينتهي اليوم، هذا الحل الذي يجب من المجتمع. كيف يمكن ان يكون استاذ وسام؟ يعني اذا كان يعني مثلا هناك ايضا اشكاليه في مساله الجيش الذي لم ينأى به عن الصراع الحزبي والسياسي للاسف، يعني الا يفترض ان يبقى مؤسسه دوله خالصه تحتكر فقط هي السلاح بعيده عن اي انتماءات حزبيه؟ يعني الا يفترض ان يكون هناك خطوط حمراء للانتماء للسلك العسكري او ان يكونوا جميعهم تحت رايه الوطن، لا ان يتبع هذا حزب فلان او الحزب الاخر او ينتمي للدوله الفلانيه ولا ينتمي لوطنه الاساس؟ يعني هذه نيات جديده، لكن واقع في ظل بقاء المجتمع مغلب على السعر بالاسهام بإمكان إعادة ركض وفرض المعركة الأساسية اللي هو باتجاه التحرير واستمرار استعادة الدولة واستعادة بنائها. هذا في فعل هو يعكس أزمة الوطنية اليمنية وأزمة السياسة أصلا، لا توجد قوى سياسية محترمة يمكنها أن تعمل على توطين المجتمع وعلى تقويم تضحياته وتطلعاته الى برنامج عمل وتنفيذه. اليوم لا يمكن ان نحط محور عمل كاداء او المحافظ يعمل كاداء يقررون او حتى يفتحوا على انفلات الامن. من عول عليه هو المجتمع، من عول عليه هو المجتمع، وهناك الان من يستغل المجتمع عفوا. نعم معك أوسام.
هناك من يستغل ان المجتمع ادواته ناقصه، المجتمع ليس منظما، ان المعركه الاساسيه كان خوض معارك جانبيه او ان المجتمع اصلا لا يريد ان يخرج ضد المحافظ او ضد الاصلاح او ضد المحور او ضد البيت، ويعرف ان كل هذه الاطراف لها ادوار جميله لكن في نفس الوقت هي متورطه ومعناه لا يستطيع ان يخرج ضدها او ولا توجد قوة تنظيم المجتمع. لذلك وكان من الجميع يستغل حيلة المجتمع انهاكه ويريد الهيمنة عليه قبل لكي بعد ذلك لكي يضمن يخرج ضده او لا يكون له اي دين. نعم، هناك إشكالية في الصوت أستاذ وسام، شكرا جزيلا لوجودك معنا الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذا تحدث وسام ووضع بعض النقاط أستاذ دكتور عبد الباقي، يعني ربما تحدث عن صراع يعني مركزي بين الأطراف تريد الهيمنة على تعز وحددها بالمحافظ ومن ينتمي له والإصلاح ومن ينتمي له، وتحدث أيضا أن الحل لن يأتي من الخارج إذا كان يعني كل ما يحدث في تعز هو بسبب يعني وجود هذه الانتماءات الضيقة وتبعيتها لدول خارجية، ما رأيك أنت؟ طبعا أنا لم تستمع لي جيدا، لم أسمع شيء غير جملة واحدة، هو يعني تقريبا لم أستمع شيء بالأصح، يعني أنه فقط يعني حدثتك أنا عن أبرز ما تحدث. أولا في جملة واحدة هي أثارتني، هو استعادة اللي هي يعني استعابة بعض الأماكن. للأسف الشديد قبل ما أجيب على العنصر الجيد أو الإشكال اللي طرحتيه، نحن لم نستعيد مدينة عدن، لم نستعيد لحج ولا حضرموت، ولم نستعيد مدينة مأرب، وإذا ما حتى تم استعابة يعني دخول دول التحالف مع السلطة الشرعية إلى مدينة الحديدة لن نستعيدها للأسف الشديد. دعنا نكون نحن في 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 وضعية أو في لحظة تستدعي المكاشفة، السلطة الشرعية وأهداف التحالف لم تستعيد مدينة عدن، استعبتها الإمارات ولم تستعيد للسلطة الشرعية، بالعكس ليس لدينا عاصمة مؤقتة، لا يوجد لدينا جيش وطني ولا مؤسسة أمنية موحدة، بالتالي لم نستعيد مدينة يعني كل المناطق الجنوبية باستثناء طبعا مدينة مأرب، لم نستعيد مخا، ما بالك مدينة تعز المستهدفة. ينبغي أن يكون الانفجار هنا. السلطة الشرعية بتعييناتها خضعت عبد الرب منصور هادي يخضع في كثير من تعييناته إلى مفاوضات، ويعتقد كما كان يعين شخصيات ثم تنقلب عليه، يعتقد أن الإمارات اشترطت عليه تعيين شخصيات ما، هذه الشخصيات تتلقى يعني توجيهاتها ولديها أجندات محددة تتحرك، لكن هذه القرارات لا تستجيب للحاجة الوطنية. لكن أبناء تعز بحكم الوعي وبحكم أنه حتى لما قاموا بدمج أبو العباس في اللواء 35 وقاموا بلواء الطلبة ولواء الصعاليك ومش عارف مين، كلها كانت دمج بهدف المرتبات، يعني كان الهدف يعني هذه الجماعات متناقضة ومتصارعة، لم يقوموا ب يعني إعابة ما يسمى هيكلة أو إعابة تشكيل هذه القوى في مؤسسة عسكرية ذات هوية وعقيدة وطنية، بحيث تنفصل عن يعني نشأتها الأولى، تنفصل عن نشأة الأولى، بمعنى أنها تصبح نشأتها الأولى جاءت بفعل أن مدينة في حالة انقلاب، كان في هناك ما فيش كان مدينة تعز جيش، كان المناطق تجنيد اللي أيام صالح كلها من مناطق شمال الشمال، المدينة كانت مفرغة من أبناء القوات المسلحة ومن أبناء المدينة، جاءت الظروف لإيجاد قوات جيش. كان ينبغي فصل الجماعات عن انتماءاتها الأولى، هذا لم يتم، تم إدماجهم في معسكرات وفي ألوية، وهذه الألوية تواجه بعض ليس بينها ثقة. عبد الرب منصور عين أيضا يعني قيادة المدينة بضغوط إماراتية،
مدينة تعز ليست مدينة بسيطة، مدينة تعز مدينة أنا لا أتحدث عليها بمناطقية ولا أتحدث عليها بأنها الأفضل، هي مدينة يمنية مثلها مثل محويت مثل صنعاء مثل الحديدة، لا نميز بين المدن، لكن مدينة لكن هناك تمييز بين المدن وفقا لما يسمى يعني قدراتها مكانتها الرمزية استعداداتها. مدينة تعز من الأخطاء السلطة لا توجد فيها قيادة، يعني هل من المعقول مدينة بهذا الحجم حامل جمهوري للمشروع مخرجات الحوار الوطني؟ يعني هذه المدينة حاملة دون يعني استعداد، دون تعبية، دون هذه مدينة تقول لك أنا مع مخرجات الحوار، أنا مع اليمن الجمهوري، أنا مع الحفاظ على اليمن، أنا مع السلطة الشرعية، تقوم لا توجد فيها يعني شخصيات قيادية كمثلا نائب رئيس وزراء ليديرها، نائب رئيس الجمهورية، شخصيات لازم تكون شبه حكومة فيها تدير البلد. يعني هل تترك مدينة بهذا الحجم بهذا الثقل الديموغرافي بهذه الهامية العسكرية والديموغرافية والاقتصادية والرمزية والمكانة في الذاكرة الوطنية تتركها بهذا الفراغ؟ لذلك على أبناء تعز أن يعرف، وهناك مؤامرة، وكان المؤامرة قبل عامين، كان أيام صالح قبل تصفيته كان لدي معلومات، وأنا لا أحب أتحدث عن نفسي كان لدي وأننا شخصية مهمة، لا، لكن دعنا نتحدث. أتواصلنا قلنا لو أنه في هناك بعض المعلومات سربت، أن هناك جماعة من القاعدة قد تم، هم ليس من القاعدة، هم من القاعدة المصطنعة، تم إعدادها لشيطنات المدينة، انتبهوا. قال لي أحد الشخصيات العسكرية القيادية كانت مسؤولة مقربة من السلطة، قال نحن على أتم الاستعداد ونحن مستعدين، وقلنا لهم أن هناك شخصية حتى قد تم إعطائها ملابس حق أفغانستان وربيت والديها لحى، وهي تستعد للقيام بعمليات قاعد يعني قاعدة ودواعش في المدينة، ثم الإمارات إلى جانبها بالجماعة أوجبت أبو العباس، ثم جاء المحافظ أتباع الإمارات تقريبا، يعني هكذا يقال، لكن نحن ننتظر منه أن يكون من أبناء تعز، أن يحافظ على، نحن لا نطالب بالمناطقية، نحن نطالب بالمحافظ أن يكون يمنيا، أن يعني لا نطلب لا من محافظ أن يعني يتوحد الجميع ليعلو، لا أنا الفكرة اللي أحب أقولها الآن بالمحافظة قبل أي شيء، لا أنا الفكرة اللي أحب أقولها، نحن ليس طائفيين ولا مناطقيين ولا عقائدين، نحن يمنيين فوق السنة، فوق الزيدية، فوق المناطقية، فوق شمال جنوب، نحن مع اليمن، مع الشعب اليمني اللي يموت علينا في لحظة من اللحظات. لا يمكن لنا أن نكون بعد كل هذه التجارب أن نكون مناطقيين أو طائفيين أو حتى علينا، يعني بعض أبناء المناطق الجنوبية يستمع لنا يقول نحن النخبة الشمالية، نحن لسنا نخبة شمالية، نحن نخبة يمنية، نحن لسنا أكاديميين كما بعض الشخصيات المهمة كانت أعضاء برلمان عندما أتقابل معه يقول لي أنتم الأكاديميين الشماليين، يأسفني جدا أن أسمع هذا. نقول لهم يا أخوان، يعني نحن في المخطط لليمن أن تكون الصومال لعقدين، نعم أمام هذا بس المخطط، أمام نعم هذا، أمام هذا على أبناء تعز، على أبناء تعز عبر القيادات في تعز أن تعي، يعني هذه الصراعات بين المحافظ وبين جماعات لا يعني كما يقول الإصلاح أو الجماعات الناصريين أو الجماعات القيادة العسكرية، عليهم يعني أن يعلموا أنه مش مصير مدينة تعز فقط، مصير مدينة تعز بمعنى كنت تتكلم مع المحافظ السابق اللي تركوا لنا، يعني الحوثيين موجودين فقط في مكان بعيد عن الثقل الديموغرافي وفي أماكن بعيدة، هذا كان المخطط زمان، لكن هم كانوا يخططوا أنه بعد السيطرة سينتقلون للكثافة الديموغرافية لإنهاكها. لذلك يعلموا أنه المسألة تتجاوز تعز، يعني أنتم لن تدخلوا تعز في الحلب، تعز حتتشتت، حيكون في مهاجرين، حيتم تجويعها وحصارها وإضعافها بحيث تقبل بأي تسوية، لأن تعز لا تقبل أن تكون تحت سلطة الحوثيين، لن تقبل أن تعود للإمامة، لن تقبل أن تخرج عن مخرجات الحوار. لذلك كيف يمكن لهذه المدينة أن تقبل كل هذا؟ سيتم تجويعها وتهجيرها وتشتيتهم وتدميرهم وحرب شعواء، يقبلوا بأي شيء من ضمنها حتى وجود يمن ملكي، لكن مش فقط مستقبل المدينة، مستقبل اليمن برمته على هذه المدينة. والدليل أقولهم ليس لأهمية تعز، الدليل المدينة الوحيدة، لماذا؟ أنا تابعت عندي دراسة
اشتغلتها لمدة 7 أشهر 6 أشهر، تابعت مدينة تعز منذ الانقلاب حتى 2018، منذ أن صالح قال إن هذه المدينة هي كاللغم، إن رفعت قدمك منه سينفجر، ومنذ أن قال قطاع منفصل، ومنذ أن منع عنها الاستثمار بمعنى أنه منع المياه، ما فيش مياه ما فيش كهرباء لتدمير الاسم، تتبعتها بالحرف منذ أن تدمير المدينة. أقول عليكم في هذه اللحظات أن تتميزوا بما يسمى إدارة الزمن الانتقالي. نعم، من أبناء المدينة؟ القيادات في تعز، الأحزاب بعيدا، يعني كما تجاوزوا يعني وحافظوا على المدينة الوحيدة، يعني في نجاح للمدينة، ليس كلها مهدد. النجاح أنهم رغم كل الحصار، رغم كل القسم في السيفتيل، رغم كل خذلنا الشرعية، رغم يعني كل الدمار في مدينة تعز، إلا أن هذا المدينة تقول لك أنا يمني جمهوري مع المخرجات، أنا مع السلطة. السلطة خذلتهم شرعية كما خذلتنا، لكن نقول نحن مع السلطة الشرعية. البديل مشروع إمامي مرتب، يعني حصار، أنت تذكرين الحصار، يعني الناس كانت تموت في الجمال، تمر في طرق، يعني في طرق وعرة، المدينة تقطع بالساعات والكيلومترات عشان تمر. الناس حملوا الغاز للمستشفيات، كلها يعني بس فكرة، يعني كما حافظت. أقول فكرة، كما صمدت لو سمحتي، بس كما صمدت وتجاوزت، هي الآن أكثر خطر من تلك اللحظة، لأن الآن المخطط حتى في حالة ذهاب للسويد، المخطط من الإمارات لبقاء الإمارات والسعودية. نعم. أن تفكر تعز، أنت ربما وجهت رسالتك لأبناء تعز للأحزاب، ماذا عن القادة العسكريين السلطة المحلية؟ لما يبقى المحافظ خارج المحافظة وهي في ظل هذه الأوضاع، ما الذي يمكن أن نقوله أو يعملوا في يعني بنقاط؟ شوف، المحافظ عندما يخرج من خارج المدينة في لحظة حرب هو مثل رئيس الجمهورية، مثل نائب رئيس الجمهورية، مثل رئيس الوزراء. يعني نحن أمام أنا اسمحي لي أن أقول نحن أمام موظفين يمنيين لدى دول التحالف، ليس أمام سلطة شرعية، نحن أمام موظفين للأسف الشديد. أنا عندما أقول سلطة شرعية من باب بين قوسين، الله، سلطة شرعية الله الظفرين، لكن أنا لما أنظر لهم بعيد عن الإعلام، بعيد عن التعبئة، مجموعة موظفين لدى دول التحالف، رئيس وزراء يعني خفض العملة والآخر، بس لأنه فيه هناك ضوء أخضر سعودي لدعمه، وقال لا علاقة لي بالسياسة ولا بالعسكر، وهذا سيدرس في الجامعات في المستقبل، سيدرسوا هذا التصريح كما درسوا لتشرشل، عندما تشرشل في أيام الحرب كان في هناك يعني مواطنين قالوا إنه هذا المطار يشكل إزعاج، هم في حرب، وحكمت المحكمة بعدم بإيقاف الطيران، قال لهم أنا لا أستطيع يعني إنه يقولوا إنه تشرشل أو يعني أوقف القضاء أو رفض حكم، لأنه يحافظ على الدولة. عندما رئيس حكومة يقول إنه لا علاقة له بالعسكر ولا علاقة له بالسياسة وكذا، هذا سيدرس في المستقبل على مدى أصبحنا موظفين. عندما محافظ مدينة تعز يصبح خارج المدينة في حالة حرب، عندما يصبح نائب رئيس الجمهورية خارج السلطة، عندما يكون الوزراء في القاهرة وفي السعودية، هذا خذلان، هؤلاء لا يستحقون أن يمثلوا الشعب اليمني. المحافظ عليه، ما الفرق بين إذا أنت لماذا تقبل تكون محافظ؟ ليش تقبل؟ تقبل عشان المرتب، تقبل عشان بدل السفر، تقبل عشان النثريات، تقبل عشان السلطة، ليش تقبل إذا أنت يعني الشعب لست قادر على إذا أنت غير قادر على لا ليس غير قادر إذا أنت تعتقد أنك يعني يجب أن تحافظ، يعني ما الفرق بين في معك 8-7 مليون تعزي من أبناء تعز في المحافظة، وأنت يعني الإله المقدس، عليك أن تكون في الداخل، عليك أن تكون في الخنادق، عليك أن تزور المعسكرات، عليك أن تحل مشاكل، عليك أن لا تكون تتبع لأي جهة. يعني نحن انتقدنا المحافظ السابق وكان أكثر صراحة، المحافظ السابق أنا انتقدته كثيرا عندما انسحب، لكن عندما يقول لي إنه يعني هذه المؤامرة، $1,500 كانت الميزانية حق المحافظة بتاع المحافظة، لا المؤسسة الأمنية، عجل البابات عتيقة، عندما يقول إنه عندما تم تهديده في الحديدة في عدن بالانسحاب، أنت الآن أخذت مدينة اليمن كلها رهن اليمن الموحد، اليمن انتهى الوقت، اليمن الموحد رهن هذه المدينة، وعلى أبناء المدينة
أن 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 يكونوا أن يعملوا دور في ظل خذلان دول التحالف مؤامرتها علينا وفي ظل خذلان موظفين. أود التنويه أيضا أن كان يفترض أن يكون معنا عارف جامل وكيل محافظة تعز، وأكد على وجوده معنا ولكنه للأسف وقت الحلقة أغلق تليفونه، وهذه ليست المرة الأولى. يبدو لي أنه لا يوجد حديث يقال في معرض ما تتعرض له تعز. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.